يا صباح الخير، شو كيف جمرت العيش بالزبدة؟ يا ويلي انحرق شوية. اوكي، من الجهة اللي تحت. فعندي العاملة حاليا اديتها الغسيل كله، وقلت لها ترتب فوق اهم حاجة وبس، وكذا قلت اعمل فطور سريع لي انا وتاليا. صار بيض بالزبدة البنية. فحرفيا البيت يبكي، بس قلت خلص الغسيل بعدها تنزل تعمل تحت. اهلا وسهلا يا تاليا، ايش بتسوي مامي؟ قلبي انا هم. حاضر حاضر. اوه يلا باي. قولي باي. باي. سو بوسة. اهلا وسهلا، شوفوا فين جيت. على امازون. امازون؟ جيت هنا على امازون الخليج بتفرج ايش عندهم ان شاء الله رمضان. اعشق الاشياء هذه الزرقاء، مره حلوه. كيف اشوفه كيوت. 24 ريال الواحد. هذول يقتلوا يقتلوا. شوفوا كيف حلوين هذول، حلوين مره يجننوا. حبيت اللون مره، في لون اخضر. واو ذهبي صادق بصراحه، احلى حاجه. اتوقع الباقي ممكن يتقشر لو سمحتوا. ايش ده؟ شوفوا اصغر دله في الحياه. في اشياء زي كذا بس احس هذه مره يعني عزايم، ابدا مو لي. والتبسي مره حلو. طيب شوفوا هذا التبس الطويل يقتل يجنن. حشوف كيف اشوف سعره. خلينا نشوف. مرة حلو شكله، أنيق وفي كذا. هذه العلب مرة حلوة كمان، شوف على 57، هذا الكبير 60. مرة حلوين زي الكيك. شوف التبس الصغير ده ب92 ريال، غالي بصراحة، بس شوف هذا مرة كتكوت يجنن. شوف مرة كيوت. أوريكم حاجة من السنة اللي فاتت مرة عجبتني، شوفوا ده مرة كيوت بس غالي. شوفوا الدلال، شايفين الدلال يا كترها. هذول مرة حلوين، بالذات هذا الكريمي يجنن يجنن. مرة حلوين. شوفوا في أشياء زي كذا برضو مرة كتكوتة. شوفوا الجمال مرة حلو. شوفوا مليان عندهم صواني، تخيلوا أرقام. حلو لو أحد عنده كيك بيزنس أي حاجة يسووا أرقام. هنا في كمان قطاعات. فاكرين زمان كنت أدور على قطاعات السنة اللي فاتت؟ شوفوا موجود. بالله ايش ده؟ كياتا بيبي. اتحمست اشتري صواني واخبز. مليان قرنبة زي السنة اللي فاتت لما جيت ولملمت مع صاحبتي. شوفوا في اشكال فوانيس. البوكس ده مرة كتكوت. الشموع هذه مرة حلوة، تشبه حقت بوتري بوين مرة زيها. كم سعرها؟ مرة حلو سعرها بصراحة. أحسن لكم من إنكم تشتروا شمعة عادية. يا جماعة يعني هنا هذا الصف كامل أشياء سوداء، ترى ما هي قزاز. مرة حلو، عجبني إنه كلها شايفين يعني حرفيا أنا حسبتها قزاز لما سويت كذا. أشكالها ترى مرة حلوة أنيقة، يعني لو حطيتوها في السفرة كذا للتقديم هذه كمان مرة حلوة. شوف كيف مرة فخيمة. وحتى هنا مليان. شوف الستاند هذا الكبير مرة عملاق. الذكي. وتشوفوا كل الأحجام هنا كده. الصف اللي بعده كلها نتف نتف. في هنا كمان شوية أشياء مرة حلوين كده تباسي، أشياء كده حدايد فخيمة. يا مرة ما هي ذوقي، أحسها ذوق كده بيت الأمهات بيت الجدات، عزايم كبيرة يعني ليها ستايل بس مو انا. شوفوا مثلا السخانات كيف مرة حلوة، مبدعين مرة حلوين. هذا مدور، مستوعبين سخانة مدورة مرة كيوت. هذه الخشب رائعة رائعة رائعة. ابى افتح كيترينج بزنس وابى اجيبها، ايش رايكم؟ شوفوا هذه تجنن كتكتة على قدنا. هذه انا ممكن اخذها مرة حلوة.
هذه يعني دائما موجود زيها، وبصراحه لازم اقول لكم مره احبها، حلوه حلوه مره تجنن. صح انه خلاص طفشت منها عبر السنين، بس بركه كوته. هذيك السخانه اكيد حاجه على قدنا، بس الباقي هذا مره كبير يعني، شوفوا حق عزايم. واه شوف كتكوت، سعره 241 ريال. شوفوا مرة اوبس حلو، مرة يجنن يعني. وقعت في غرامه بصراحة هذا وهذاك اللي هناك. هذه البنيات شكلها مرة حلو، شوفوا يا جماعة الحجم، مرة ما شاء الله كبيرة. فطولي انا طبعا في دي المآذن. بشوفه قاعدة اصور ده، جاني الرجال قال لي بعد 5 ايام، يعني اكيد حكون منزل الفلوج خلاص، راح يجي تشكيلة مرة اكبر واحلى. شوفوا يا جماعة مرة يعني الاشياء كتكوتة. هذا مرة حلو السبت كده، ما اعرف يعني نفس بنيات بوتري بوين فكرتني فيه، مرة حلو في سبتات كده كتكوتة يعني. شوفوا الاشياء، شوفوا هذا مرة حلو، دا واللي جنبه مرة كتكيت، حتى اللون الابيض اللي ورا مرة حلو. هذا برضه حق السنة اللي فاتت، وهنا برضه أشياء التأسيس بما إنه قرب. الجو جميل. يداتي يا سارة. يلا بصور يداتك. بصور يد كاتيا. ليش؟ كيف اللي قطع ده أصلا يا سارة؟ طيب يلا خلينا نروح تاليا. خلص متحمسين، خلصنا الحمد لله، اليوم اللطيف. بسريع مع البنات ونجيب لارا من الروضة. فين لارا؟ كاتيتك. طيب خلوني أوريكم هنا إيش قاعدة أعمل. أبى أعمل عشاء، نحن ناكل غدا عشاء، يعني يكون غدا وعشاء في نفس الوقت. فشوفوا عندي هنا الصينية، حطيت لها ورق الزبدة، وهذه هي الخلطة اللي راح أحطها على اللحم. فخرجت اللحم حطيته في موية، هو اللحم مفرزن، اللحم بالعظم أو صال، كنت حطيته في الفريزر فحطيته في موية عشان يفك التلج منه. فهذه الوصفة مرة لذيذة، أتعلمتها من صاحبتي، وبصراحة اعتمدتها من سنين أنا أعملها، من يوم ما تعلمتها منها مرة لذيذة. فتقدروا تحطوها صينية في الفرن، ما أعرف إذا قد صورت لكم هي قبل كده أو لا، أو تقدروا تحطوها في قدر الضغط. مكوناتها شايفين كيف مرة سهلة، زيت زيتون، فلفل أسود، بذور كزبرة مطحونة، كمون مطحون، بابريكا، صلصة طماطم، وتوم، زيت زيتون، قلت لكم زيت زيتون، وملح. مرة سهلة. خلاص هنا كده حقعد ألخبطه مع بعض، وبعدها حدهن اللحمة، أغطيها بالقسطير وأدخلها الفرن. حدخلها الفرن لمدة ساعة، بعد ساعة حخرجها من الفرن، هحط قطع من جزر والبطاطس وحدخلها كمان ساعة، يصير كده توتل ساعتين، اوكي؟ فعشان كده بدخلها من دحين، لسه حاليا الساعة 2، لين ما عبد الرحمن يرجع من الدوام على الساعة 4 5 هناكل ان شاء الله، وحمل جنبها رز ابيض وبس، هو ده حيكون عشان اليوم ان شاء الله. سهلة سهلة سهلة، وطبعا زي ما قلت لكم استعملوا قدر الضغط اذا تبوه بسرعة، نفس الطريقة بالضبط حطوها في قدر الضغط، واذا حابين كمان حطوا زودوا موية معاها عشان يطلع لكم صوص كده مرقة. الحلو في دي الوصفة ممكن تتبلوها قبلها بيوم وخلاص، يصير بس تخرجوها من الثلاجة وعلى طول تطبخوها. يا أهلا وسهلا، شوفوا يا جماعة اللحمة جاهزة، أمزح ما هي جاهزة. حطيت عليها الخضار اللي هو البطاطس والجزر، ودحين حدخلها كمان ساعة على الفرن وحغطيها وادخلها تاني. يلا باي. شوفوا خلاص خرجته من الفرن، يعني الريحة لا أحكيكم، يجنن يجنن يجنن. مرة لذيذ، مرة سهل، نكهات وطعمة. قاعدة أعمل هنا بني أرفياتا، بس إنه شوفوا يعني طريقتها مرة سهلة، أبسط حاجة في الحياة، لأني سلكت المكرونة هذه أول. حتى عبد الرحمن اشتهى بني أرفياتا مع المكرونة دي، أنا عادة ما أعمل ترى صنفين، صنف واحد كفاية، بس إنه قلت بما إنه في مكرونة زايدة ليش لا؟ لو في شوية من مرقة المكرونة كان حطيتها، مرقة سلق المكرونة، بس إنه ما في، فممكن حزيد شوية موية أحسن. وهنا آخر
ما عملت رز مصري هذه المرة لأنه دائما أسويه، فقلت خليني أغير. عملت رز عادل، رز البنجابي المهيدب طويل الحبة مع الشعرية، برضو لذيذ، ماما دائما تعمله. خلاص أكلنا جاهز، يلا باي. يا صباح الخير، عملت لي لالي الهوت شوكليت. طبعا هي عملته معنا، صح؟ هي اللي تبي تسويه. قلت اعلمها كيف تسويه بما انها مره متحمسه. تنبسط عليه مره، فاليوم كذا لاول مره تبي تعمله بنفسها. طبعا انا لما اعمله لنفسنا احب اضيف له قطعه شوكليت كذا الصغيرة دي اللي تنحط في الكوكيز، بس لما تحطوها حطوها بالتدريج، يعني ارموها حبة 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 حبة، عشان لو حطيتوها كتلة واحدة راح تتكتل والحديد اللي جوا اللي تدور راح توقف عليكم، فارموا الشوكليت حبة حبة. فلسه امس عملت الهوت شوكليت لينا ونفس الشيء حطيته حبة حبة. امس اضفت تقريبا ملعقة كبيرة من قطع الشوكولاتة، وبعدين على الوجه كده خفقت كريمة خفق من دون اي سكر او اي حاجة وحطيتها على وجه الهوت شوكليت. مرة لذيذ من جد، يعني اسرع واسهل هوت شوكليت. بس والله كنت خليني اشرب قهوتي واروح اعدل على الفلوج وانزل لكم. هو حبدا انزل فلوجات كل يوم ربع، ما عرف اتحمست، خلاص رمضان قرب، لانه اصلا ما شاء الله عندي تراكمات من يوم ما جيت من جده في الاسبوعين هذه. شوفوا الكاميرا ساعدني نحط الزرعه. فعندنا هذا المركن، شوفوا راح احطها زي ما هي بالمركن الازرق عشان ارفعها شوية على فوق. يلا حطي بطلة. تالية بتاخد قيلولة، وانا ولارا قاعدين هنا. فيلا ايوه، شوفوا زقزقة العصافير. افكها معاكي. يلا ايوه، هنا كله تراب الزرع. الله، لارا عشقها التراب. ارفعي كمك مامي، تعالي. فهذه الزرعة اللي جبتها من حدائق السلطان اخر مرة، سعرها يجنن، تخيل يمكن 10 ريال هذه، او اي والله يمكن 10 ريال. يلا مامي حطي فوقه. فنانة لارا، فنانة ما شاء الله في الزرع. إلا مرة فنانة وي. فالزرعة الثانية اللي زيها حطيتها في المركن زي ما هي، بس هذه قلت أحطها في ده المركن البني وأنظفه وأغسله وأدخله البيت. صار عندي زرعتين جديدة تجنن. شوفوا لارا، لارا فين لقيتي كورة؟ لقيت كورة. دايما كده كورتنا تروح للجيران والجيران تيجي كورتهم عندنا، يعني محاطين بالجيران فما نعرف أي جار بالضبط. شوفوا خلاص الزرعة جاهزة، تخيلوا رجعت فضيتها، شلت المركن حطيت تحتها كده قطعة. ليش؟ افتكرت أنا حاجة، إنه الزرع إذا كان في مركن صغير زي هذا الأزرق ما رح يكبر الزرع، لازم توسعوا له المركن عشان يقدر تمتد جذوره والزرعة تكبر. خلاص هذه الزرعة جاهزة، خليها تنشف شويتين بعدين حدخلها. جينا مرة تانية حديقة الموسى، البنات مو بس عجبتهم، يعني شايفين كيفاش ما شاء الله بينطلقوا فيها، وفاضية عشان خميس ونهار لسه. مرة حلوة، مو زي أول زحمة تطفش. مرة حلوة الحديقة، فاضية.
مرة حلو الفضاء. وشوفوا هذه المتاهة قدرت أصور هذه المرة. أول كانت من كتر الزحمة ما أقدر أصور حاجة، يعني خاف الناس يبانوا كمان في الكاميرا. شوفوا كده في الأرض في أشياء حلوة زي كده. طبعا في مناطق هنا نفس الشيء، أولاد بيلعبوا كورة مرة حلوة. لارا تدخل المتاهة، هذه المتاهة مرة جنن. غروب الشمس الجميل. انا عن نفسي مره خلاص تعبت. لارا ما شاء الله منطلقه، مره حلو نوروها، جنن في الليل. كمان احلى شيء المشاتل، شوفي كيف تجنن. ايش شفتي لارا؟ عجبك؟ ربتك؟ ما شاء الله تبارك الله. تبي تاخذيها تيتي؟ الله شوفوا ليمون. هذا توماتو. توماتو طماطم. فين؟ كمان كيوت طماطم. هذه المشاتل مرة حلوة اللي تجي في طريق الجبيل الدمام، مرة حلوة. يعني عادي نحن ما عندنا مشتل معين، ندخل أي مشتل وناخذ منه. كتاتة كتاتة مرة عجبتني. هذه ليمونة. ايش هذا؟ فلفل. فلفل زي حق مين؟ زي حق جدة حنو؟ اوكي. مرة حار. شوف كمان. مرة كيوت. شوف كمان هذا لونين. مرة حلو. وبس والله دخلنا ذا المشتل، اغلبهم كذا اصلا. عارضين لكم الورود، اخذنا ورود مرة حلوة. شوف اخذنا كل هذه. يا اهلا وسهلا، يا صباح الخير، كيف حالكم؟ طيب ما وريتكم ايش اشتريت من امازون الخليج، بس قلت ان شاء الله اليوم ابى اروح امازون الخليج، لانه تخيلوا شفتهم مصورين الكوليكشن الجديد، مره تحمست، قلت ضروري اروح. كنت ناوية بصراحة اضيف لكم هو في ده الفلوج، بس ابدا امس ما كان في وقت ان انا اروح، فقلت خليني اروح ان شاء الله اليوم اصور لكم جولة مرة تانية للاشياء الجديدة اللي نزلوها. شفت عندهم حاجة تجنن، انا رايحة عشانهم. وبس ان شاء الله يصير بعدها اصور لكم المشتريات كاملة. ابدا ما كترت، يعني زي ما انتم شايفين بس هذا الكيس الصغير، 3 قطع صغيرة بس. احتاج كنت مباخر فاخذت مبخرة، ممكن كمان لو رحت هاخذ مبخرة تانية، لاني انا ناوية كل مباخري تقريبا ارميها، خلاص جرى عليها الزمن وصار شكلها بشع. وهنا قاعدة اعدل لكم على فلوق اليوم. اليوم راح ينزل ان شاء الله الربوع، وبس قاعدة كده اعدل عليه، اضيف الاضافات الاخيرة لي واحمل لكم هو ان شاء الله. فالجو مرة بارد ومرة لطيف، عشان كده حاطة البطانية جنبي ومتغطية بيها. فان شاء الله الفلوق الجاي حيكون الفلوق اللي اغلب الناس يعشقوه، تنظيفات. قولوا لي ايش حابين تشوفوا، ماني عارفة يعني بصراحة ايش اصور لكم. يعني انا قاعدة اصور حاليا كم فيديو بس، يعني خلاص احس كده افكاري بدأت تخلص، ماني عارفة ايش. قولوا لي ايش حابين تشوفوا. وبكده وصلنا لنهاية فلوج اليوم، من زمان ما قلت لكم هذه الفقرة. ان شاء الله بس يكون الفلوج عجبكم، لا تنسوا اللايك، لا تنسوا الاشتراك في القناة، واكتبوا لي تعليقاتكم الحلوة، وطبعا اقرأها دائما وارد عليها، واشوفكم على خير ان شاء الله. يلا باي.